السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم فيديو جديد من لعبة اندام. قبل ما ابدا اشرح لا تنسون لايك، اشتراك، فعل الجرس، لا تنسون عندنا جروب على الفيسبوك، الرابط بالوصف، ولا تنسون تنضمون او تدعمونا بالقناة. اغلب المشتركين، وحتى مو بس المشتركين، حتى اعضاء الجروب وحتى على الماسنجر يقولون الرول عندنا مقفله، اللي هي هاي اللي عندها هاي الرول مقفله. الشباب شي بسيط كلش، فقط تجي هسه تشوفون، تفتح الخريطه، تنتقل على ريفانس شيلتر اللي هي هاي، تضغط جو. بس خليني انتقل وافهمكم، ما يحتاج لأشان صراحه، يعني كنت فاتحها او ما يعني ما اتذكر شلون فتحتها، بس سألت احد الاصدقاء وقال لي بالمكان اللي تسوى. شباب شوف هسه موجود انت هنا، فقط تفتح الخريطة، شوفوا تجي لهذا المكان، شوفوا انت بس تفتح الخريطة عندك يبين هذا المكان اللي هنا، هذا اللي اشرت عليه. هسه خلي نروح للمكان حتى تشوفوا، يعني بعد ما انتقلت الشلتر اللي هي هاي شلتر او ريفانس شلتر، انه شو تسوي؟ فقط تجي لهذا المكان اللي بيه، شوفوا هذا الشباب مبين ترى، يعني قرب النهر قرب الشاطئ راح تلقون مثل الكشك او كذا. هنا شباب راح تلقون هذا، شوفوا هاي المزرعة، راح تلقون هنا الرجل، انا الان مفتوح عندي ما راح تشوفوا، راح تلقون هنا رجل شايب او رجل عجوز، فقط احكوا وياه وراح تنفتح عندكم الرول. طبعا انا ما اصور هيك فيديوهات قصيرة، بس يعني لان الشباب طلبوا وتدللون نريد دعمكم، واي شيء تردون اشرح لكم اياه اكتبوه في التعليقات وتامرون امر. ولا تنسون شباب اكو جروب ديسكورد عربي، هم راح اخلي لكم الرابط مالته بالوصف، اللي يحب ينضم ينور. واشوفكم بخير، وانتظرون الفيديوهات الجاية ان شاء الله راح تكون دسمة، فخليكم متابعين وسووا اشتراك للقناة.